جولة مفاوضات جديدة بشأن الأزمة السورية تنطلق في إستانا اليوم. الأمير محمد بن سلمان يؤكد الشرعية اليمنية تسيطر على معظم البلاد. والعبادي يكشف خطط جديدة لتحرير مزيد من المدن في نينوى العراقية. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. تنطلق اليوم في العاصمة الكازاخستانية إستانا جولة جديدة من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في سوريا بحضور الدول الضامنة، أي إيران وروسيا وتركيا. وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان لها أمس إن وفدا معارضا برئاسة عضو الهيئة العليا للمفاوضات محمد علوش سيشارك في المفاوضات. وأضافت الوزارة أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا أكد مشاركته. هذا وأكد السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن بلاده لن تسمح لروسيا باستعمال الفيتو من أجل عرقلة كل مساعي محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش امتلاكها أدلة جديدة تثبت استخدام الأسد أسلحة كيماوية من بينها غاز الأعصاب، وذلك لأربع مرات متتالية خلال شهر نيسان الماضي، الأمر الذي أعقبه ردود فعل دولية منددة. لكن المجلس الأمن الدولي عاجز عن إصدار قرار ردا على الهجوم، ما أحدث منعرجا في الموقف الأمريكي، حيث بادرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة جوية على قاعدة جوية في حمص مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري. وقال تقرير هيومن رايتس ووتش إن هذه الهجمات جزء من نمط أوسع من استخدام قوات الأسد للأسلحة الكيماوية التي وجهت ضد السكان المدنيين، ما يعني أنه يمكن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية. وقال المدير التنفيذي للمنظمة إن استخدام الأسد مؤخرا للمواد الكيماوية التي تهاجم الأعصاب هو تصعيد قاتل، وأضاف أن نظام الأسد استخدم الطائرات الحربية والمروحيات والقوات البرية لتنفيذ هجمات بالكلور والسارين في دمشق وحماة وإدلب وحلب. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أدلة متزايدة على استخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية في سوريا، مطالبة مجلس الأمن بتكرار الطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب وفرض عقوبات على كل من ثبتت مسؤوليته عن الهجمات الكيماوية في سوريا. وسبق أن منعت روسيا الحليفة الرئيسة للأسد والصين مجلس الأمن من اتخاذ إجراء مماثل في 2014. واستعرضت المنظمة عشرات الصور ومقاطع الفيديو لمواقع الضربة والضحايا التي نشرت في الإنترنت والتي قدمها الشهود مباشرة، إلا أنها لم تتمكن من إجراء تحقيقات ميدانية في مواقع الهجوم. بعد تدميرها لعدة نقاط طبية ومسجدين، قصفت الطائرات الحربية التابعة لقوات الأسد وروسيا المركز 107 التابع للدفاع المدني، ما تسبب بتوقفه عن الخدمة، الأمر الذي فاقم معاناة السكان. مزيد من التفاصيل مشاهدينا في تقرير مراسلنا من ريف حماة أحمد أمين. في مهمة لم تكن سهلة توجهنا إلى ريف حماة الشمالي، فمنذ عدة أسابيع والطائرات تستهدف كل شيء هنا. المجازفة في دخول مدينة كفر زيتة أكثر المدن تعرضاً للقصف بالآونة الأخيرة، فلقد دمرت الطائرات المشفى الرئيس ومسجدين مؤخراً، كما استهدفت المركز 107 التابع للدفاع المدني والذي كان وجهتنا الأولى لدى دخولنا المدينة. قتلت الطائرات الروسية هنا 8 عناصر وغادر من نجا. على أطراف المقبرة التي احتضنت جثامين حامل السلام التقينا بعلم الذي لا زال يستحضر صور وأصوات رفاقه الذين قتلوا بالغارة، يذكر لنا تفاصيل عايشها معهم. الله يسلمكم يا شباب، الله يسلمكم. فكان الموقف قاسيا. كنا مداومين بالمركز، فإجت الطيارة استهدفت المركز بشكل مباشر يعني، والشباب كلهم يعني علقوا تحت الأنقاض بالمغارة تحت. ظلينا شي نهار كامل، نهار ونص لطالعناهم، شغل مستمر. طبعا احنا وقفنا ورجعنا اشتغلنا ورجعنا وقفنا. كانوا كلهم بالنسبة لي أخوي، يعني ما هو بس مجرد أنه زميل، لا كنا كلياتنا أخوي. رحنا عمل نتصل ببعض نطمن على بعض، وين من رحنا نطمن على بعض، إذا نغيب على بعض نهار
نطمن على بعض ساعة نطمن على بعض. استهداف مركز الدفاع المدني الرئيس في ريف حماة الشمالي سيخلف مأساة تضاف إلى مآسي سكان هذه المناطق، حيث سارع مجلس محافظة حماة الحرة لإعلان ريف حماة الشمالي منطقة منكوبة نظرا لتوقف فرق الدفاع المدني بسبب تدمير آلياتها بالقصف الأخير. فاللطامنة وكفر زيت ومورك وعدة قرى أخرى كلها كانت ضمن نطاق عمل المركز 107. الضربة كانت على المركز بشكل مباشر، توجهنا للمركز بعد ما انتهت الحرب من التنفيذ. كان في شباب طبعا بالنسبة لنا بالفترة الأولى مجهولين العدد تحت الأنقاض. بعد ما توجهنا للمكان وبدأنا بعملية البحث رجع الطيران بكثافة غزيرة جدا على الاستهداف نفس المنطقة. رسالة الإنسانية التي يحملها أصحاب الخوذ البيض لم تشفع لهم عند طائرات النظام وروسيا، والتي تعمد في الفترة الأخيرة لضرب أهم المفاصل الحيوية في المناطق الخارجة عن سلطة الأسد. نظم رجال الدفاع المدني أنفسهم للتعاطي مع أكبر كارثة يشهدها العالم منذ بداية الحرب العالمية الثانية، إلا أنهم رغم استهدافهم مصرين على إنقاذ حياة السوريين بشعارهم العريض ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحمد أمين لأخبار الآن من ريف حماة الشمالي. الآلاف من السوريين وصلوا إلى تركيا لاجئين، لكنهم أثبتوا مع مرور السنين أنهم ليسوا كذلك، إذ اعتمد معظمهم على أنفسهم لا على المساعدات في سبيل تأمين معيشتهم، بل دخلوا أعرق الأسواق التركية واستثمروا فيها، كما الحال في سوق الفاتح في مدينة إسطنبول الذي زاره مراسلنا عماد قرقص وعد لنا التقرير التالي. فور دخولك هذا السوق يلفتك انتشار المحال والمطاعم السورية التي دخل أصحابها إلى هذه المنطقة مع بداية موجات اللجوء إلى تركيا. منطقة الفاتح والتي تعد من أهم المناطق في إسطنبول التركية يبدأ سوقها من مسجد الفاتح العريق ويمتد على مساحة كبيرة. كان للسوريين نصيب في استثمار بعض محالها وتحريك أموالهم من أجل الكسب والتغلب على ظروف المعيشة. منتجات ومأكولات سورية وفرها أصحاب المطاعم والباعة السوريين لزبائنهم، ما جعل السوريين هنا يخفضون شيئا من عناء الغربة. يعني هاي المنطقة، منطقة الفاتح، هي أكثر منطقة فيها عدد سكاني بالنسبة للسوريين، فإجباري أنت بدك تتخدم هاي المنطقة بالمنتجات السورية، لأن المنتجات التركية ما فيك، يعني السوريين مو متعودين على شيء اسمه منتجات تركية، فهن أكيد متعودين على المنتجات السورية مثل ما لك شايف هون بعينك، يعني كلها منتجات سورية. هذه المشاريع التي توصف بالمتوسطة وفرت فرص عمل للكثير من الشبان السوريين الذين وصلوا هنا ووجدوا حاجز اللغة أمامهم مع أرباب العمل من الأتراك. الحمد لله المطاعم السورية إنه وفرت لكثير من الشباب إنه الشغل تبعهم وال يعني والمعيشة تبعهم الحمد لله، والحمد لله الحمد لله كنا عايشين بسترة كلياتنا الحمد لله، ونبعت مصاريف عين أهلينا يعني نسواننا وعيالنا الحمد لله. ويسجل الأتراك هنا إعجابهم بالسوريين عمالا وأصحاب أموال لاعتمادهم على أنفسهم وخلق فرص للعمل والاستثمار رغم الظروف الصعبة. عماد قرقص لأخبار الآن من مدينة إسطنبول تركيا. مشاهدينا، في خبر عاجل وردنا توا أن انفجارا ضخما وقع أمام مبنى الحكومة المؤقتة في مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي في سوريا، يبدو أنه ناجم عن انفجار سيارة ملغومة بحسب المعطيات طبعا. ويقول ناشطون إن الحصيلة الأولية للضحايا تشير إلى قتل 5 أشخاص ووقوع عشرات الجرحى. وطبعا مشاهدينا سنوافيكم بكل التفاصيل حول هذا الخبر حال ورودها. ولنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد مشاهدينا. في أفغانستان قتل اليوم 8 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون بجروح في تفجير بعبوة ناسفة استهدف موكبة لقوات أجنبية بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة كابول بحسب ما أعلن مسؤولون من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام على بدء هجوم الربيع لطالبان،
التي توعدت باستهداف القوات الدولية. في الشأن اليمني، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الشرعية اليمنية باتت تسيطر حاليا على 80 إلى 85% من البلاد، مضيفا أن قوات التحالف العربي حققت إنجازا يفوق ما حققه التحالف الدولي في سوريا والعراق. وأكد الأمير محمد بن سلمان أن التحالف العربي بقيادة السعودية قادر على أن يجتث ميليشيا الحوثي وصالح في أيام قليلة. إلى العراق، حيث كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجود خطط جديدة لتحرير مزيد من المدن في محافظة نينوى متحدية داعش أن يحتل مدن لدقائق على حد تعبيره. وأشار العبادي إلى أن قصف مواقع التنظيم وهجماته جميعها تقع في الصحراء، لافتا إلى أن المدن أصبحت آمنة كليا. بعد احتلال داعش لمدينة الموصل، لجأ كثير من الآباء إلى إخراج أطفالهم من المدارس بعد محاولة أفراد التنظيم لتهيئتهم نفسيا ودراسيا واستقطابهم للقتال في صفوف التنظيم. في حين تقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن ما يزيد على 1 مليون طفل عراقي لا يذهبون إلى المدارس على مستوى البلاد. إلى التفاصيل. فات داعش وطيت من خامس طلق زيتونة طلقة ثلاث طلقة علمون على السلاح وطلت رصاصة زائد رصاصة، بندقية يضاف إليها ثلاث، انفجار تلاه انفجاران. إنها ليست أسئلة داخل كلية عسكرية أو حتى خيارات مطروحة على الطاولة لهجوم مباغت على مواقع العدو، إنها وسيلة تعليمية استخدمت لتعليم أطفال لا يتجاوز أعمارهم 10 أعوام في القرن 21. لنا أن نتخيل ذاك الأثر المرعب الذي يخلفه وقع تلك الكلمات على نفسية طفل صغير كان جل همه التخفي خلف ألعابه. تنظيم داعش ومن دون حسيب ورقيب أراد احتلال عقول الأطفال بعد أن احتل أماكن عيشهم، وفرض أسلوبا تعليميا لا يمت للعلم بصلة، بقدر ما يهدف إلى ترويض أولئك الأطفال وتهيئتهم نفسيا للحرب على أن يزج بهم بعدها في مصير مجهول لم يختاروه يوما ما. في مدينة الموصل وبعد تحرير أحياء كثيرة منها من احتلال داعش، ثمة قصص مرعبة تتوالى تفاصيلها على الملأ واحدة تلو الأخرى، حقائق وأرقام وأحداث يصعب تصديقها للوهلة الأولى. الكاميرات المتجولة في شوارعها رصدت 10000 من الأطفال الذين أصبحوا يتامى أو مشردين، كثير منهم يعملون في جمع القمامة وبيع الخضار أو في ورش إصلاح السيارات، ليس بمحض إرادتهم وإنما لإعالة أسرهم الذين شردهم التنظيم تحت تهديد السلاح. سياسة التنظيم الإرهابي في قلب موازين العملية التعليمية وتحريفها لخدمة مآربه الخاصة دفعت كثيرا من الآباء إلى إخراج أطفالهم من المدارس قبل فوات الأوان، ما أدخل جيلا تعليميا كاملا في خطر. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تقول إن ما يزيد على 1 مليون طفل يذهبون إلى المدارس على مستوى العراق، منوهة إلى ضرورة إعادة هؤلاء الأطفال إلى الدراسة بأسرع وقت ممكن لتفادي الاصطدام بجيل جاهل. في حين تقدر إدارة التعليم المحلية في محافظة نينوى التي تمثل الموصل عاصمتها أن 10% من الأطفال في شرق الموصل ما زالوا خارج المدارس. درسونا تعجب لك كتاب، لازم تقرأ البيع وما أدري شنو، لازم تبايع وياهم، كلها بطلنا احنا، كلنا بطلنا، ما حد قبل. كثيرة هي المهام المنوطة بالحكومة العراقية وأهل الموصل بعد تحريرها من احتلال داعش. جل الاهتمامات ستصب على إعمار المدينة من جديد وعودة ساكنيها إلى بيوتهم إن وجدت، لكن هناك ما هو أهم من ذلك كله، إعادة هؤلاء الأطفال إلى مقاعد الدراسة من جديد ونسيان ما مضى وفتح صفحة بيضاء واستبدال الرصاص بقلم الرصاص. استبعد ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إجراء حوار مع إيران الخصم اللدود لبلاده،
وتعهد بحماية المملكة مما وصفه بجهود طهران للهيمنة على العالم الإسلامي. وقال الأمير محمد إن أي صراع على النفوذ بين بلاده وإيران يجب أن يحدث في إيران وليس في السعودية. نشرتنا مستمرة مشاهدين، وفيها بعد فاصل أخير عودة الشباب لممارسة الرياضة في سرت. نفس الفندق ونفس المسبح ولكن بسعرين مختلفين، لماذا تدفع أكثر؟ هيا ابحث على تريفاغو، حيث تجد دوما العرض الأفضل لأكثر من 600 ألف فندق على أكثر من 200 موقع حجز. اختر فقط فندقك المثالي وسيدلك تريفاغو أين يمكنك حجزه بأفضل سعر. فندق تريفاغو. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا من الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة القدس العربي التي نطالع منها: أردني يطلق زوجته بسبب سناب شات. توجه رجل أردني مع زوجته لتناول العشاء في أحد المطاعم وكان مزدحما واضطر للانتظار طويلا، وبعد إحضار الطعام بدأ بتناوله لكن زوجته منعته بحجة أنها تصور الوجبات عبر سناب شات. وكان الزوج كلما أراد تناول الطعام تمنعه زوجته بحجة أنها لم تنتهي من التصوير بعد، فقام بمنعها من التصوير ودخل في نقاش حاد، وتطور الأمر بعد ذلك للقيام بتطليقها على الفور. مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها في أخبار التكنولوجيا: أبل تستعد للكشف عن مساعد شخصي جديد للعمل داخل المنزل. كشف المحلل الشهير مينغ شي كو أن شركة أبل تستعد لأول مرة لإنتاج جهاز جديد عبارة عن مساعد شخصي صوتي منافس لجهاز أمازون إيكو مدعوما بتقنية الذكاء الاصطناعي. وصحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: ملياردير يتبرع بمعظم ثروته لتنظيف المحيطات. قال مستثمر نرويجي إنه يعتزم التبرع بمبالغ كبيرة من ثروته التي تقدر بملياري دولار لأغراض أولها بناء وتشغيل سفينة لتفقد أحوال المحيطات وتنظيفها. وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية: واكتشاف ثوري يساعد في القضاء على آثار التدخين. توصل باحثون إلى تحديد الطريقة التي يؤثر بها التدخين على إحدى الجينات المسؤولة عن حماية الشرايين من التصلب الذي يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب الوعائية، وهو ما يتيح التوصل إلى علاجات جديدة. وصلنا وإياكم مشاهدين إلى فقرتنا الصحية، واليوم تتحدث فيه الزميلة عبير عبدالله عن ابتكار أمريكي ناجح لرحم اصطناعي ينقذ المواليد المبسترين. نتابع. نجح أطباء أمريكيون في تطوير كيس مليء بالسوائل يقوم بمهام الرحم الطبيعي للأم، ويعرف بأنه جهاز دعم خارج الرحم هدفه إنقاذ المواليد المبسترين وإتمام نموهم بشكل طبيعي وتوفير الرعاية لهم، وذلك لتحسين فرص بقاء هؤلاء الأطفال على قيد الحياة. ويتم وضع المولودون قبل أوانهم في الكيس لإتمام الأسابيع التي تضمن بقائهم على قيد الحياة من دون إعاقات مزمنة. ويحتوي الكيس على سائل شبيه بذلك الموجود في رحم الأم. وفي دراسة أجريت على حملان تمكن الباحثون من محاكاة بيئة الرحم ومن وظائف المشيمة التي تعطي الأطفال المبسترين
فرصة مهمة لتطوير الرئة وأجهزة أخرى. وقال الباحثون إن نحو 30,000 وليد في الولايات المتحدة وحدها يولدون مبكرا بشكل يمثل خطورة على حياتهم فيما بين الأسبوع 23 والأسبوع 26 من الحمل. وفي هذا السن يكون وزن الوليد أقل من 500 جرام، كما أن رئتيه لا تكون قادرة على التكيف مع الهواء وتكون فرص بقائهم على قيد الحياة ضعيفة وتصل معدلات الوفاة إلى 70%. ومن ينجون يصابون بإعاقة تلازمهم مدى الحياة. وقال أخصائي الجراحة في مستشفى فيلادلفيا للأطفال والذي ترأس عملية تطوير الجهاز الجديد إن هؤلاء الأطفال يحتاجون بشدة لجسر بين رحم الأم والعالم الخارجي، وقد تستغرق عملية التطوير 10 سنوات أخرى، ولكن بحلول ذلك الوقت يأمل الطبيب بطرح جهاز مرخص يحصل فيه المواليد الخدج بشكل كبير على فرصة للنمو في أكياس مليئة بسائل بدل من المكوث في حضانات والتنفس الصناعي. إلى أخبارنا الرياضية. صرت تتنفس السعداء بعد خروج داعش منها ومظاهر الحياة تعود شيئا فشيئا حتى إلى الملاعب الرياضية التي طالتها يد الخراب هي اليوم تستعيد عافيتها. منشآت رياضية ومراكز تدريب في مدينة سرت لم تسلم هي أيضا من بطش إرهاب داعش وأعماله التخريبية. اليوم وبعد تحرير المدينة منهم يتمكن فريق نادي خليج سرت الرياضي من العودة إلى ملاعب كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في سرت، وليعود الفريق الأقدم داخل المدينة. الآن بدك ترجع الحياة، وإحنا نحاول كنادي خليج سرت وكأهل الرياضة إن يعني نقدم يد العون ونكونوا حتى إحنا نساهموا في عودة الحياة الرياضية لداخل المدينة. نتمنى من الجميع أن يتكاتفوا ويقفوا مع أهلنا في سرت ومع النادي بصفة خاصة، يعني باش نقدروا يعني إن شاء الله نرجع المسار الرياضي داخل سرت اللي هو مهم جدا جدا، يعني عودة الشباب للرياضة ويعني نبتعدوا على السلاح شوية وعلى الكتائب ونبتعدوا كي. النادي الذي تأسس عام 63 والمشارك بعدة بطولات محلية ودولية منها 2 في خزانة النادي، حيث كانت آخر مشاركة له في بطولة السلام التي شارك بها العام الماضي تحت ظل وجود داعش، يأتي لاعبوه ورياضيوه اليوم ليصلحوا ويرمموا كل الدمار يرافقهم الأمل في إثبات وجودهم بعد عدة أشهر من الغياب. طبعا لنا فترة موقفين كرة القدم وبدينا في ظروف صعبة، بدينا خارج المدينة اللي كانت محاصرة من تنظيم داعش، وتو الحمد لله ومعنا بدينا بداية صعبة في زليتن معسكر لمدة 10 أيام، وبعدين انتقلنا لتاجورة وعسكرنا لمدة شهر نظرا لظروف صعبة اللي مر بها النادي، وكيف ما تشوفوا أو الملعب ما يصلحش مش نبدو فيه تمريناتنا، ولكن بجهود الإدارة وناس سرت والناس اللي تساعد فينا إن شاء الله نردوا واحدة واحدة ونبدوا بداية كويسة ومشرفة لنادي خليج سرت. الرياضة هي اللي نقدر نردوا كل شيء ونردوا الحياة، ونخاطب اتحاد الكرة أنهم يعجلونا بالدوري، لأن زي ما تعرف أنت كم من اجتماع صار ما وصلوش لحل. هذا هو يعني بالرياضة، يعني زي ما تعرف أنت هي اللي بتصفي القلوب وتصفي المشاكل اللي صايرة بين المدن. رياضة كرة القدم التي يلتف حولها الجميع في كل أنحاء العالم، يأمل أبناء سرت اليوم وكل الليبيين في أن تكون وسيلة لنشر السلام. صورة التقطها لنفسه بعد إلحاح أصدقائه عليه ثم أرسلها لوكالة إخبارية فقلبت حياته رأسا على عقب وحولته من مجرد طالب جامعي إلى شخصية مشهورة. نتابع. لسنا في كاتالونيا الإسبانية ولا بوينس آيرس الأرجنتينية، بل نحن في طهران، وهذا هو ميسي إيران. رضا بارستش ذو 25 عاما، تطابقت ملامحه كالنسخ واللصق مع نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، شبه يبدو أنه يشعر رضا بالرضا. خلي خوش حالم
أنا سعيد جدا كوني أشبه أكبر نجوم الكرة العالميين. فعندما يرونني الناس يصابون بالدهشة لشبه بميسي ويعربون لي عن محبتهم. يتقافز الرقم 10 مع اسم ميسي على قمصان هؤلاء الصبية الصغار، وهم يهرولون نحو شبيه نجمهم المفضل. بعض يلتقط صورا، وآخر يعطيه دفتر دروسه ليوقع عليه، ويبدو أن رضا أصبح يجيد دور الشبيه فلا يتوانى في التموضع للتصوير معهم ومع عوائلهم أو التوقيع باسم الشبيه ميسي. جميل وعجيب أن أجد شخصا في إيران يشبه ميسي وأن يحضر للمدارس ويحفز الأولاد على الرياضة. بعيدا عن المعجبين وفي داخل بيته، يمضي رضا وأصدقائه وقتهم بمشاهدة مباريات ميسي الأرجنتيني، فيبدو الحماس واضحا على محياهم، وكأنهم يعيشون الدور قرب ميسي الإيراني رغم الشبه بالشكل والاختلاف الكبير بالموهبة. عندما رأيته للمرة الأولى ذهلت لشدة شبهه بميسي وصرخت كم تشبه ميسي، وبعد ذلك تكونت بيننا صداقة طيبة. أنا سعيدة من أجل رضا وآمل أن تتحقق أمنياته ويصل لما يتمنى وأن يقابل ميسي ذات يوم. أما والد رضا فله حكاية مختلفة مع ميسي. في المباراة الأخيرة التي أقيمت بين إيران والأرجنتين خسرت إيران، فاتصل بي والدي وهو غاضب قائلا لي الليلة لا تعود إلى البيت، وكأنني أنا من سجل الهدف على إيران. الشهرة الكبيرة التي بات يتمتع بها رضا جلبت له دورا في مسلسل كوميدي يتم تصويره الآن، وواردات أخرى من ترويجه لممارسة الرياضة في إيران، وبين المرحب وغير المرحب بوجود البديل دون الأصيل، يبدو أن رضا يحقق أحلام كثيرين لمجرد شعورهم بالتواجد قرب نجمهم المفضل. قد يعلم أو لا يعلم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي أن شكله منح لرضا الفرصة للشهرة وجعل السعادة تغمر قلوب محبيه في إيران لمجرد التقاط صورة مع شبيهه. لأخبار الآن علا مسعودي، طهران. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. جولة مفاوضات جديدة بشأن الأزمة السورية تنطلق في إستانا اليوم. الأمير محمد بن سلمان يؤكد الشرعية اليمنية تسيطر على معظم البلاد. والعبادي يكشف خططا جديدة لتحرير مزيد من المدن في نينوى العراقية. بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. دائما كونوا معنا.